السلام عليكم. lesson 2 unit 3 lesson الثاني الدرس الثاني من اليونت الثالث. هذا الدرس راح يتحدث عن الحالة الشرطية الاف conditional، الحالة الصفر والحالة الاولى بهذا الدرس. احنا الحالة الصفر منها سأنبهكم عنها، ما راح تجيب الوزاري، ما يجيبوها، ممكن بالمدارس، لكن فقط راح ناخذ معلومات عنها، شنو الفرق بينها وبين الحالة الاولى. اللسن يبدي بهذا الحوار بين يعني واحد الادفايزر مستشار وطالب، يعني بكلية او في مكان ما، شلون مرشد تربوي راح يجري حوار بينه وبين هذا الطالب. اكو ذني كلمات راح ينزلن بالفراغات، وبعدها لازم ناخذ الزيرو اند فيرست كونديشنال، حالة الشرطية الصفر والحالة الشرطية الاولى. نشوف حسب الملزمة شلون اني كاتبين، بحيث منزل الكلمات في مكاناتها. هذه الكلمات تحفظوها لان هي من الكلمات المهمة من المعاني. بالدور الاول الدور الثاني 2018 اغلب الكلمات اللي جابوها من الصفحات الاولى من كتاب الطالب الستودنت بوك، الكتاب الملون، اغلبهم من هذه الصفحات. والكلمات اللي اغلب الطلاب يقولون هاي ما موجودة هي بالكتاب، لا، ماكو كلمة تجي من خارج الكتاب، على الاقل المعاني. يعني مثل مرات بالقواعد يجوز يجيبوا لهم جملة خارجية، لكن هي قواعد عبارة عن خطوات ننفذها وما يهمنا المعنى تقريبا اغلب اسئله القواعد. لكن الاسئله اللي يجيبون بها معاني مرادفات تعتمد على المعنى، لا ابدا ما يجيبوها من خارج الكتاب. وخلينا نقول بهالمعنى، اتحدى واحد طالب يقول لي جابوها من خارج الكتاب، كلها من داخل الكتاب. لكن اغلب الطلاب يهملون الورقات او الصفحات الموجوده بالكتاب الملون، كتاب الطالب الستودنت بوك، فلهذا ما يكونوا معتادين عليها هذه المفردات وما يعرف من جت. يركزون على التمارين الرسمية، يعني احنا عندنا تمارين، هي يقولون هذا تمرين مال المعاني، ومرات يجيبون لا من قطع استيعابية مفردات المعاني، من اسئلة مهملة دائما، مرات من يقولون هذا نشاط صفي. يراد واحد بصراحة متمكن حيل من اللغة الى حد ما يعني، ويقرا الى واهس انه يقرا كل الكلمات وما يفوت اي كلمه، ما يعرف شنو معناها، يحاول يخلي لها مثلا مرادف بباله الى اخره. ضروري ضروري تعرفون هاي الكلمات. فيونت 3 لسن 2 if you come round tomorrow I'll help you، اذا تاتي يعني باكر تقريبا اني راح اساعدك، سوف اساعدك. الكلمات هذا عندنا رامز is having an interview، رامز عنده مقابلة with a career advisor، والمستشار العمل الوظائف في المدرسة. complete the conversation with the correct words from the box، تعال كمل الكلمات من البوكس. career مهنة conserving المحافظة على environment البيئة، involve يتضمن qualification مؤهل أو شهادة، science علوم، university الجامعة. فالادفايزر يقول له what would you like to do when you finish studying، ايش راح اسوي من تكمل دراستك؟ I'm not sure yet، بصراحه والله ما اعرف، but I'm very interested in ecology and the environment، بس بصراحه انا مهتم بعلم البيئه والبيئه. if you are good at science and geography، اذا انت زين بالعلوم والجغرافيا، there are lots of jobs to choose from، واكو هواي وظائف تقدر تختار من عندها. I love them both. They are my favorite subjects. بصراحة أنا أحبهم ذول الاثنين، أفضل دروسي في المدرسة أنا أحبهم حيل. Well, how about a career in water technology؟ شنو رأيك بمهنة في تقنية المياه؟ That's really important in this country. هذا فشي مهم بهذا البلد. What exactly does water technology involve؟ زين شنو بالضبط تتضمن هاي تقنية المياه؟ If you work in water technology، إذا أنت تعمل في تكنولوجيا المياه، تقنية المياه، you look for ways، راح تبحث عن طرق of conserving water، الحفاظ على المحافظة على المياه، and purifying it، وتنقيتها، تصفيتها. Yes, I'd like to work in water industry. والله أنا عاجبني أشتغل في صناعة المياه. Water conservation and purification are really important in this country. اي محافظة على المياه وتنقيتها جدا مهمة في هذا البلد، خصوصا البصرة طبعا بين قوسين. What kind of qualification do I need؟ زين شنو نوع المؤهل اللي احتاجه اني؟ First of all، اولا you need to get a degree، لازم عندك شهادة.
You could choose from environmental science, geology, or even engineering. ممكن تختار من علم البيئة، علم الأرض، أو حتى الهندسة. Which university offers those courses؟ زين يا جامعة تعرض اللي تقدم لي هذه الأقسام أو هذه الشهادات أو هذه الفروع. I have to check. خليني أتشيك لك. Okay. If you come back next week, I'll have the answer. إذا جيتني الأسبوع الجاي إن شاء الله أنا راح يكون عندي الجواب. خلصنا المحادثة وهذه محلولة قدامكم، لكن ضروري تميزون الكلمات اللي بيها، والله تحتاجوها. هسه تشوفون الأسئلة مال الوزاري والتمارين الكتاب تعتمد دائما على اللسن الأول. اللسن الأول هو المادة الخام لليونت. أوكي، راح يصير عندنا الحالات الشرطية الصفر والحالة الشرطية الأولى. أنا بالنسبة لي راح أشرحهن على السبورة، يعني هسه أنا ما راح أشرح هنا على السكرين مال الحاسب اللابتوب، راح أطلع وأروح أشرح لكم على السبورة وبعدين نرجع نشوف شنو يعني اللي إحنا محطين هنا بالملزم على الأقل حتى من تقرأها تفهم هاي الشيء. لكن فقط خلوني أحل هذا التمرين اللي هو الوحيد على الإف الشرطية الحالة صفر، لكن يجي بطريقة توصيل أنصاف الجمل. يعني هاي عندنا جملة نوصلها ويا الـ ABC. I can't get to sleep. لا أستطيع النوم. طبعا هاي الـ F زايدة دائما أنساها أنا. لا أستطيع النوم. I can't get to sleep. ليش يابا ما أقدر أنام؟ ويا الـ B. If I drink a lot of coffee. إذا أشرب هواي قهوة. إذا هذه راح يصير عندنا B. شو طلعت؟ لا. B. If I lend my brother CDs. إذا أني أنطي وأداين أقرض أخويا أقراص السي دي. تروح ويا السي. He always loses them. دائما دائما يضيعهم. لاعب يا طوبة. If you work in marketing. إذا أنت تعمل في التسويق. زين إذا أنت تشتغل بالتسويق شو راح يصير عملك؟ ويا الإف. Your job is to encourage people to buy. عملك هو تشجيع الناس على الشراء. If you are good at languages. إذا أنت جيد زين باللغات فش راح يكون ممكن يصير عندنا؟ D. You can be an interpreter. D. يمكن أن تصبح مترجم. My parents get worried. والدي يبدأان يشعران بالقلق. ليش يا أبوي وأمي يخافون علي؟ ويا الـ A. If I come home late. إذا أرجع للبيت متأخر. وين مولي؟ وين كنت؟ يا أبا والله كنت بالقهوة يا من جماعتي. من جماعتك اكيد كنتوا تشربون نرجيله، مو صحيح؟ اوكي. You need to improve your English. تحتاج ان تطور تحسن انجليزيتك. يا بليش تحسن انجليزيتك؟ ويا الجي وكبر الجي وروق الدي. If you want to study in Britain. اذا تريد تدرس في بريطانيا. Food goes bad. الطعام يتلف. شو وقت؟ ويا الاي. Unless ما لم keep it in the fridge. ما لم تحفظه في الثلاجة. طبعا الآن لس هم راح أيضا نشرح هذه ليش مطوخاني اللي يتعوض مكان الاف. هذا انتهى يعني الموجود عندنا هنا راح نشتغل هسه به، وراح أشرح هسه على السبورة وبعدين نرجع بس أوضح لكم اللي أنا كاتب هنا حتى من تقرأ شلون تستفاد من عنده، وبعدها نروح نحل التمرين المتعلق بالحالة الشرطية الأولى. قبل ما نبدي بمعرفة شنو تفاصيل الفيرست كونديشنال الحالة الشرطية الأولى، لازم بالبداية أنبه إنه ضروري 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 تعرف الأزمنة. هواي طلاب أني خلال متابعة الطلاب هواي يضوج دائما من القواعد، وإحنا نظل بس نحفظ قواعد وشي تعلم من المدرسة بس القواعد. يا ريت أنت متعلمها صح القواعد. أنت إذا بالخامس ابتدائي ولا سادس ولا أول متوسط إلى أن توصل السادس الإعدادي، انت القواعد عندك ثابته. لو من ذاك الوقت ضابط القواعد ومنتبه لها زين ما راح تعاني من مشاكل بهيج مواضيع بسيطه وسهله. طبعا كل مرحله تجيها مفردات قطع عبارات جديده انشاءات جديده وتتغير، يعني السنه اللي بعدها ما راح تاخذ الكلمات اللي اخذتها كمفردات معاني فوكابولري بالمرحله اللي قبلها ما راح تاخذها بالمرحله الجايه. فلهذا انت القواعد القطع الانشاءات المفردات العبارات ذولا كلها تتغير وباقيه ثابته القواعد. نفس المضارع البسيط اللي تاخذه بالسادس ابتدائي يبقى وياك الى حتى ما بعد التخرج، هو مضارع بسيط. المستقبل يبقى مستقبل، الماضي يبقى الاز تبقى الواز تبقى الداز تبقى الدو، المفرد والجمع هذه كلها ثابته.
فاني اتعجب مرات طلابي يتذمر انه احنا بس قواعد بس قواعد بس قواعد مليانه. ارجع واقول يا ريت انت متعلمها بشكل صح، والا هذا الموضوع ما يتعدى يمكن دقيقتين لو ثلاثه، واحد ينبهك بس عليه شو تسوي ويخلص. الافه الشرطيه اكثر موضوع يزعج الطلاب باعتبار اربع حالات، وابتلينا بالاربع حالات هاي. اولا انت الحاله صفر ما راح تاخذها بالسادس، اني اشرحها مو اشرحها، لكن هي ما مطلوبه منك، ما يجي عليها تمارين. اللهم الا جمله واحده موجوده بيونت 6، بيونت 6 موجوده جمله بالمضارع البسيط فقط اللي جت الامتحانات نينوى. الجمل اللي نستخدمها او يستخدمها بالوزاري وبالكتاب عليها تمارين هي الحاله الشرطيه الاولى الثانيه والثالثه. الحاله الشرطيه الاولى او كل جمل الحالات الاف الشرطيه راح يكون جمله من عندها جزء الاف اللي تجي بالبدايه، وجمل راح تكون الاف بالوسط. شلون راح نتعامل ويا الجمل؟ انا هذه راح اسميها نص الاف، نص الاف اللي يوصل الحد الفارز اللي عندي هنا يكون هذا الجزء الاول. اذا الاف بالبدايه هذا نعتبره ملكيه ارض الاف. نشوف شلون نتعامل وياها. الجزء الثاني النص الثاني من الجمله راح يكون طبعا حسب الحالات يتغير عندي، لكن احنا راح ناخذ الحاله الاولى راح نضاف بها will او كان او may. احنا دائما نميل للwill، لكن ممكن استخدام كان او may كحلول ثانيه من باب الاحتماليه، وبعدين انا اشرح شنو الفرق. عندنا الاف اذا بالوسط فراح يكون من هذه الجهه جهه اف، وهذه الجهه راح نخليها للمستقبل او هي الاحتماليه. الجملة مال اف النص الاف اللي سواء بالبداية او تجي بالوسط ومن بعدها راح يكون جملة بزمن المضارع البسيط. يعني راح نتعامل بالحالة الشرطية الاولى على انه عندي مضارع بسيط present simple simple present، او والجزء الثاني اللي راح يكون بالمستقبل للاحتمال. انا ما راح اشرح نوعا ما بالتفاصيل اللي ليش استخدم الحالة الشرطية الأولى وليش استخدم الحالة الشرطية الثانية، راح أذكرها من نرجع نشرح على الملزمة على اللابتوب. هنا أحاول أختصر الوقت بالنسبة للشرح. هسه نجي أنا لازم أعرف شنو المضارع البسيط، فتذكير بسيط يعانون أو لحد الآن مو ضابط لي المضارع البسيط كبريزنت سمبل، راح نشوف شرح يتألف من عندنا هذا المضارع البسيط. المضارع البسيط انت كتعامل منهج، انا ما راح احكي تعامل تحكي لي بالمضارع البسيط على الحقائق والحالات الثابته الشيء المنتظم، انا ما راح احكي هيك. انا احكي من وجهه نظر طالب يباوع للاسئله ويريد يحل اللي موجود بالقوس، راح ينطوك جمله بها قوس. من وجهه نظر المنهج الدراسي المضارع البسيط الجمل اللي يجيبوها بطريقه معينه راح نتعامل بها على هالاساس. ما راح اشرح عن المضارع البسيط راح تستخدمه للحالات الثابته مثلا وليش وشلون اعرف هاي حاله ثابته، لا. انا راح اجي اقول للطالب راح ينطوك بالبريزنت سمبل اذا تريد تشوفه شنو هو، ينطوني فعل مثبت او ينطون فعل منفي. خل بس ننطي نظره بسيطه عن شنو فعل مثبت شنو فعل منفي. اذا انطوني هاي النوت ويا الفعل هذا اقول فعل منفي، واذا جابوا لي الفعل مثلا بس تيك بلاي جو ذني هذا اسميه مثبت. فانت راح تتعامل كجمل بالقوس هذا، الفعل تقوله لو مثبت لو منفي. اذا مثبت واذا منفي خلينا نشوف شلون نتعامل وياه كزمن مضارع بسيط. اذا فعلي مثبت هذا جابوا لي جمله وشفت بالقوس، يعني هي اوكي جمله اف الشرطيه، وحتى اذا جمل بالمضارع بسيط الغير مراحل، انا احكي على منهج سادس، راح يجيبوا لي جمله بها اف الشرطيه. اشوف جهه اف فعلها مثبت لو منفي، طبعا بعد تحديد ان هي حاله اولى او الثانيه بعدين تفاصيله، لكن هسه احنا خلينا نقول لقينا جمله وعرفناها انها حاله اولى، فهذا الفعل اللي موجود عندي هل هو مثبت لو منفي؟ افرضوا لقيناه مثبت ماكو وياه نوت. هذا الفعل لو يبقى على حاله، يعني يبقى مجرد بدون تغيير، يعني ينزل كما هو، بحيث انت هو موجوده جو تنزل جو، موجودة تيك تنزل تيك، موجودة بلاي تنزل بلاي، إلى آخره من الأفعال، ممنوع تغير بهذا الفعل إذا كان الفاعل مالتك لو أي لو يو لو وي لو ذي. يعني أنا أشوف ألقى كاتبين وي، هذا الفعل المثبت يعتمد على ما قبله اللي راح يصير بهاي الجهة، فإذا كان لو أي لو يو لو وي لو ذي يبقى ما أغير به. زين، ممكن أضيف له إس أو إي إس، طبعا الإس والإي إس هاي
قواعد املائيه، يعني اذا ينتهي الفعل بسي اتش واس اتش واكس واو زد وذني ضيف الاس، فهو ما معناته احنا راح نضيف لاس الشخص الثالث. ايش وقت اضيف لاس الشخص الثالث؟ اذا فاعلي هي لو شي لو ات، يعني القى هنا ما يدل على المذكر او المؤنث كمفرد يعني، وراح ينضاف لاس. فهذا الفعل راح يصير واحد من اثنين، لو تبقوا لو تضيفوا لاس. هاي ايش وقت؟ اذا الجمله اللي اجتي وشفت فعلي مثبت راسا، يجي ببالي اقول هذا لو يبقى لو اضيف لاس، اروح اشوف قبله منه واضيف اس او اخليه مجرد. زين، مثل هاي الجمله اي سبيك انجلش، هاي الفعل مثبت انا اسميه والفاعل منه اي بقيته، شي سبيك انجلش قالوا لي صلح هذا، فانا شنو هذا الفعل مثبت لو يبقى لو اس من الفاعل شي صار شي سبيكس. اوكي، نجي نشوف اذا عندي كاتبي لي ويا الجمله نفي، هذا بالنفي نفس القاعدة هم لو أو لو، راح يصير فد شغلة معينة إنه أضيف don't، كاتب لي مثلا هسه هاي not play، أنا بالنسبة لي راح أجي أخلي do، أفتح القوس أنزل الجملة not play، كل شيء ما أغير، أو تكتبها don't play، شو اللي يناسبك اكتب. اذا اني اجي اخلي دو شوكت نفس الحاله، اذا فعلي اي يو وي ذي، فالاي واليو والوي ذي ياخذون فعل مجرد وبالنفي ياخذون دونت، لانه بالمضارع انفي بالدونت والدزنت. اذا لقيت الفاعل مالتي لو هي لو شي لو ات مثل هذه، راح اضيف لاس، الاس وين راح يصير؟ ويا دو، هم اجي اكتب داز، انزل النفي اللي موجود عندي ويا الفعل داز نوت بلاي، او تكتبوها دزنت play. الفعل من غيره في حالة النفي لا بالdon't ولا بالdoesn't، يعني أنا قبل شوية كنت أضيف as، هسا ما لي علاقة بالفعل، هذا الفعل ويا النفي الفعل إيش بيه؟ يبقى. ما أنت بس كاتب لك نوت أمن الفعل تبقي، بس ضيف لي قبله لو do لو does، فيصير don't doesn't do not أو does not. شوفوا هاي الشغلات الاختصار او تكتبها مثل ما هي كامله، هاي تبقى عليكم. بالنسبه لجمل الاستفهام ما راح تكون بجهه الاف دائما، السؤال يصير بالجهه الثانيه الاخرى، فما راح ناخذ احنا جمله السؤال شنو يصير بها دو او داس الى اخره. نجي الى فعل، هذا الفعل مرات يجيني كاتبي لي جمله وحاطي لي بالقوس هذا الفعل، هذا الفعل نحس. اكو ثوابت باللغه الانجليزيه، ان شاء الله انا اسوي عليها يعني فد يوم فيديو على الثوابت. من الثوابت باللغه الانجليزيه انه هذا الفعل بي يعامل معامله خاصه، هذا الفعل بي ادلله، خلينا نقول يابا شو تريد انت؟ الفعل بي يصير واحد من ثلاثه، لو يصير ام، لو يصير ار، لو يصير از. ايش وقت؟ بالمضارع البسيط، يعني انا احوله ام اذا فاعلي اي، سوري هذه خطا بالطبع، اذا فعلي اي يصير ام، اذا لقيت فعلي يو وي ذي البي تصير ار، تصير يعني يختفي البي من الوجود، اذا الفاعل مالتي هي لو شي لو ات يصير از. واضح؟ اذا الفعل بي في حال انه لقيته بجهه اف وجهه اف راح تصير مضارع بسيط، فهذا الفعل بي يصير واحد من ثلاثه لو از لو ار لو ام. اوكي، هسه هاي المراجعه البسيطه اللي شفنا بيها، مثلا هسه احنا بالنفي خلينا نشوف الامثله، صوره ما شفت امثله، هاي اي نوت سبيك، هاي ما دام عندي نفي لو اضيف دو لو داز، من الفاعل اي صارت اي دونت سبيك، لاحظوا الفعل ما غيرته، نوت سبيك والفاعل شي اخذت دازنت والسبيك ما ضفنا لها اس لانه هنا عندي نفي. بالنسبه للفعل بي ممكن يجي بهذا الطريقه، كاتب لي اي نوت بي، فالفعل بي ايش راح يصير؟ راح يصير لو از لو ار لو ام، فيصير ام نوت واكمل الباقي، الشيء يصير از البي والذي البي يصير از. هسه الفعل بي لا يمكن نفيه باستخدام دونت ودازنت، مثلا انا يجي واحد يقول لي مو هاي نفي، انا غير استخدم دونت او دازنت بالمضارع، لا، الفعل بي قلت لكم كفعل هو شخصيه خلينا نقول قويه من النوع اللي يحب واحد يدلله، فيقول لك اني ما اريد واحد ينفيني، ما احتاج فعل مساعد ينفيني، اني انفي نفسي، انفي روحي، اجي واقول ام نوت، ار نوت، از نوت، فلا يمكن نفيه باستخدام دونت دازنت ابدا.
اذا نرجع، يعني انا هنا هسه عندي اف، عرفت الاف دائما جزءها مضارع بسيط، واذا صارت عندي الاف بالوسط فهذا يصير مضارع بسيط، هنا طبعا فارزه. هسه عرفنا احنا قبل شويه قلنا شو نسوي بالمضارع البسيط، فعلك اذا مثبت لو يبقى لو اس، فعلك اذا منفي لو تحط دونت لو تحط دزنت، اذا لقيت الفعل بيصير از وار وام حسب الفاعل، طبعا ذولا كلهم سواء مجرد واس ودونت ودزنت تعتمد على الفاعل. زين احنا بعد لحد ما شفنا الجهه الاخرى، الجهه الثانيه، النص الثاني من جمل الاف، سواء من هذه الجهه او الجهه الاولى في حال كون الاف بالوسط. هذه قلت لكم بس راح نضيف وول. بهالحاله هسه نجي، اني اذا منطيني فعل كاتبي لي هذه بلاي واجب هذه الجهه الول، انت فقط اكتب لي ول ونزل الفعل مثل ما هو بدون اي تغيير. جهه ول ممنوع 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 نغير بها باي صيغه من الصيغ، كائن من يكون الفعل حتى لو من ضمن الفعل بي. افرض كاتبي لي فعل بي اني بالجمله يعني وجاي هو بجهه ول سواء هناك او هنا، فقط اني راح اكتب ول واكتب بي. هسه تقول لي هذا البي مو يصير از وار وام؟ لا، الاز والار والام يصير بس بجهه الاف باعتبارها مضارع بسيط، والفعل بي بالمضارع البسيط يصير از وار وام. فبهالحاله دير بالكم تغيروا لي بالفعل ابدا. طبعا بالتصحيح بالنسبه للوزاري يكتبوا له دائما المصحح ول كان ماي، وفرضا هو بلاي هيك يكتبوا لي المصحح، هذه طريقتها، بحيث ايش اي طالب كاتب كان بلاي ماي بلاي ول بلاي كلها يعتبروها صحيحه، فماكو بس ول ولا هي كان ولا مي. هذه مجرد اذكرها لانه اذا مثلا ممكن يجيبون مرات جمل كاتبين كان حتى نعرف، وبجمل اف على الاقل اعرف انه انا بالحاله الشرط الاولى. هسه بعدين نجي مساله تمييز انا حاله اولى لو ثانيه لو ثالثه في وقتها. اوكي افتهمنا هسه احنا المفروض بهالشرح المبسط شلون راح اتعامل ويا جمله الاف. اوكي حاله الشرطيه الاولى فيرست كونديشنال، هاي اللي موجود بالملزمه، هذا الشرح اللي نحكي عنه. جملة الشرط طبعا هي احنا انا ابتعدت عن مسميات جملة الشرط وجواب الشرط وذني. انا بالملزمة كاتب لك ملحق الازمنة لنهاية الملزمة تراجع اللي شفناها بالبداية اللي هو هذا، هذا ملحق الازمنة. اللي هنا شلون راح تكون الاف عدي بهذه الطريقة. جملة ول لن يكون فيها تغيير سوى اضافة ول، ولا نغير بالفعل الموجود بالاقواس ابدا، ما نغير بس ننزله. التغيير راح يصير دائما بجمله اف كونها بالمضارع بسيط، ممكن نضيف اس، ممكن ننفيها، ممكن يبقى، هذا اللي شفناه، وهي عندكم امثله للموضوع. في حال كون الاقواس تحتوي على الفعل بي يتحول از وار وام اذا موجود بجهه اف، يبقى اذا موجود بالجهه الاخرى اللي هي جهه ول. فهي مثلا شي بي ليت اف ذا ترين بي، انا هنا شيل بي باعتبار الاف بالوسط فصارت البي هناك از. اوكي ك شرح مبسط هذا ما يتحمل اكثر من هالمعلومات هاي، انت راح تتعامل ويا جمله بالمضارع البسيط ووحده ول وتخلص. هذا التمرين بي كتاب النشاط صفحه 51 كاتب لي تعال حول الجمل ذني. بالمناسبه بالكتاب التمارين كل ما تصير حاله التمرين مخصص لها، يعني هم هسه باعوا بالمطلب ما كاتب لي هاي فيرست كونديشنال، بس هم لان الدرس هذا اللسن للحالة الشرطية الأولى راح احنا نحل هذا على الحالة الشرطية الأولى. فالحالة الشرطية الثانية يصير تمرينها خاص إلها، والحالة الشرطية الثالثة كذلك. هسه هاي وين احنا راح نجي من نريد دائما نريد نحل جمل الإف الشرطية نحدد الإف حتى نعرف مين راح تصير الول مين راح تصير. هم بهذا التمرين حاطين الإف دائما بالبداية. إذا هاي الجهة شو تصير؟ مضارع بسيط، وهاي الجهة جهة ول. هذه شنو؟ نوت نفي، يعني يا اما دونت يا اما دازنت. من الفاعل؟ اي. اذا اني اكتب دونت وهذه باس. حتى بالامتحان انت فقط هاي تكتبهن، ما يحتاجوا منك تعيد لك جمله كامله. فدونت باس ما يصير بس اكتب دونت وابقي الفعل، الفعل ما يتغير اوكي بس لازم ينزل، لان اذا هيك تطلع عندك نقص الجمله. الجهه الثانيه واحنا مغمضين نجي نكتب ويل تيك، ليش؟ لان هذه الجزء الثاني اللي بعد الفارزه راح يكون مخصص للمستقبل، الحاله الشرطيه الاولى بها مضارع بسيط بمستقبل اللي هو ول للاحتماليه، فراح بس نخلي ول وننزل الفعل، الفعل ما يتغير. الاف وعندي نفي، ايضا نفي يا اما دونت يا اما دازنت، منو الفاعل؟ شي. شي تاخذ داز صارت دازنت، والفعل مثل ما هو دازنت ابلاي. الجهه الثانيه واني مغمض، هاي ول اكتب ول نوت get. الاختصار مال will not
ينكتب want، هذا اختصارها شاذ هي، فصير won't get. خاف تلقون فد يوم won't عرفوها will not، بحيث أنا لازم أميز هذه الحالة الشرطية الأولى. If anyone need، عدي if، وهاي مضارع بسيط، هذا الفعل مثبت، الفعل المثبت لو يبقى لو نضيف لأس. كلمة anyone يعني أي أحد، هذا مفرد، المفرد يأخذ عدي أس الشخص الثالث، صارت needs. وهنا هذه الجهة جهة منه؟ جهة will، بس إيش عدي؟ عدي فعل بي، البي هنا أنا ما لي علاقة بي، لأنه دائما بجهة will ما أغير بالفعل. If he log on، ايضا الاف بالبدايه وفعل مثبت لو يبقى لو اس، الفاعل هي ياخذ اس، بهالحاله نضيف الاس للجزء الاول. دائما اذا عندكم افعال مركبه متكونه من كلمتين اهتموا بالجزء الاول، الجزء الثاني مجرد ينزل. If he logs on عندنا هنا will، هذه find. If you want to do كذا، اني want فعل مثبت يبقى لو اس، من الفاعل يو، اليو يبقى want، هذه ضرورة تنتبهوا لها، هذه مو went، هذا الفعل went هو الماضي مال go، ال want فعل يعني بحد ذاته كامل، يعني حتى ينضاف له as وينضاف له e ودي من الأفعال القياسية هو، ف want يريد مو went اللي هي ماضي، ميزوا زين. عندنا هنا شو يصير عندي؟ جهة will كان may وأنزل الفعل بدون تغيير، will have to do، أكمل الباقي. unless نجي هاي كلمة unless معناتها ما لم، هي بالضبط تساوي الاف، فخاف تشوفون unless عرفوا انه هاي جهة اف، الفعل مثبت يبقى لو اس والفاعل هي، اذا نضيف له اس يصير makes. الجهة الثانية هذه يا اما تكتبوها will وننزل بالقوس اللي هي not get through، او تكتبوها بشكل اختصار won't get through. If you are offered a place كذا، كم قوس هنا عندي؟ قوس واحد، أنا طبعا هنا ميزتها بالأحمر أو اللي هي بالكتاب يكتبوا لكم إياها أسود. هذه حالين النص اللي تابع الجهة F. الجمل بالكتاب وال يعني اللي يستخدموها بالوزاري جمل نقدر نختص يعني نخليها بين قوسين نقول جمل خبيثة بها فكرة مثلا بها لوفة. هنا اغلب الطلاب مثلا احنا ما راح ناخذ الحاله الثانيه راح يصير ذيك بالماضي البسيط، فاغلب الطلاب مثلا نشوف الاي والدي اكثر، يعني الاي والدي دائما نقول على انه هي ماضي، مع انه اكو كلمات تنتهي بالاي والدي هي صفات، اكو كلمات هي اسماء الى اخره. نفس الحاله بالنسبه للاي ان جي، واخذناها باليونت الاول الصفات اللي تنتهي بالاي ان جي والاي دي، فاغلب الطلاب ما راح يشوف اي ودي راح يعتبرها حاله شرطيه ثانيه ويحل على انه حاله شرطيه ثانيه. لا، هذه راح اخلي ويل يو واكسبت، هذا انزل الفعل. دائما انتم خلوا ويل قبل القوس، لان يجوز يجي واحد يكتب يو ويل اكسبت، انا هاي الجمله لانه سؤال لازم اقدم الويل قبل اليو، حتى لا تدوخ بهاي التفاصيل. دائما وابدا خلوا الويل قبل القوس، شيلوا القوس ونزلوا بالقوس الموجود حتى تامن يطلع عندك ترتيب صحيح. نرجع نناقش هاي. هذه لانه موجود عندي ار، احنا قبل شويه ايش قلناها؟ قلنا البي يصير لو از لو ار لو ام. هذه بالاصل هي يعني لو يردون كان كتبوا لكم اياها بي. فانا من راح احولها ليو ياخذ از لو ار لو ام ياخذ ار. فمش يسوون؟ يكتبوها هي ويغشوك بمن؟ بالاي ودي، راح تروح انت على الحاله الشرطيه الثانيه وراح تخلي الود اللي راح ناخذها احنا ان شاء الله بالحاله الشرطيه الثانيه. هذه الجمله ليش حلوها؟ حتى يغشوكم بالاي ودي. فانت حتى تامن شفت اي ودي ولقيت ار، امشي على الار انه هي مضارع، ما تحسب لي هاي الحساب، هاي ما موجوده طبعا. اف يو اوفرد اعتبرها هاي ماضي بسيط، ممكن يجيبوا لك اياها اف يو واز اوفرد، لان هاي الجمله هي تركيبه مبني للمجهول، فاذا لقيتها واز ذاك الوقت يعتبرها ماضي، بس احنا مو هاي الكلمه اللي حددت لي ماضي لو مضارع، هذه مجرد يعني فعل عرض عليك. فاحنا مو كل كلمه اي ودي مثلا نقول هاي، هسه هاي فعل هي اوفر يعرض، اوفر لو عرض عليك، الفاعل ما موجود، هي تركيبه مبني مجهول. فنجي الار لوجودها معناتها اني بالمضارع البسيط، ليه ما معقول الماضي بي ار؟ الماضي ما بي ار ولا المستقبل ذني كلهن يعني كفعل مساعد، فاذا اني عندي ار اقول هاي بالمضارع واعتبرها حاله شرطيه اولى. التمرين سي بكتاب النشاط، شنو فيلم هذا؟ كاتبين جمل، هم راح يعطوكم اياها هاي بالاسود فقط
وماكو فراغ، احنا نكمل بالاحمر، هذا من عندنا. المطلوب تكملة الجملة بفكرة من عندنا تناسب معنى النصف الأول وبنفس الوقت تكون بقاعدة حالة الشرطية الأولى. في الامتحان الوزاري يتم التركيز على القواعد فقط دون النظر للمعنى المناسب، يعني تقريبا ما يحاسبك على المعنى. شلون هسه خلينا نفهم. كاتب if I do really well in the exams، لو أني أديت زين، لو أني جاوبت يعني بشكل زين، شو راح يصير؟ فأنت تخلي مثلا I'll get good marks، I'll be happy، I'll pass the exam، يعني هاي الفكرة الثانية، يعني لو أجاوب الامتحان زين، خلي احتمالات أنت بكيفك، ممكن راح تقول راح أنجح، أو ممكن تقول راح أحصل على درجات جيدة، ممكن تقول راح أكون سعيد، ممكن مثلاً راح أخبر عائلتي بأني أنا جاوبت، يعني شنو الفكرة اللي عندك؟ If you want to work in the media، لو تريد تشتغل بالإعلام، فممكن راح تحصل على راتب زين، أوكي، ممكن راح أسوي مقابلات ويا المشاهير، تقدر تكتب، فالفكرة اللي هي إنه تجيب لي نص يناسب الفقرة الأولى، أوكي هي المفروض هيك. بالوزاري أنت كطالب من يجيبوا لي هيك جملة، أنا ما راح أعرف في وقتها هل هم رادي حالة أولى لو ثانية لو ثالثة، لأن هم ما راح يكتبوا لي، دائما إحنا راح نعتمد على النص الحالي. هذا النص هسه if I do، طبعا هنا do فعل رئيسي، يعني فدو بيا زمن بالمضارع، أعرف إنه أنا هنا عندي حالة شرطية أولى. النص الثاني مال الحالة الشرطية الأولى لازم شو يكون موجود بيه؟ رح يكون بيه will، فجيب لي أي جملة بيها will، اكتب I will play football، يعني أنا إذا أدي زين بالامتحانات طبعاً رح يخلوني أهلي رح ألعب طوبة، فأنا رح ألعب طوبة، يعني خلي شوية نخفف عليكم. يجي طالب يقول أنا مو معرف المعنى طالبي من عندي، شو رح أجيب جملة حلوة؟ هما بالوزارة ما رح يباعون على الجملة مالتك ويباعون يقولون هاي حلوة وهاي مو حلوة وهاي مناسبة المعنى، لا، كل اللي يهتمون بيه القاعدة، يميلون انه يشوفون حاط لي ول والفعل وراه مجرد، هاي انت طقيت بعد اخذت الدرجه. اما كاتب العب طوبه، كاتب اروح ارجع للبيت انام، راح اكون سعيد، فثبت لك دائما جمله واحده اللي هي مثلا I play وهاي فوتبول، هاي ثبتها. فاذا جت بالنص مال ول اكتب I will play football، جت بالنص مال مثلا الاف الشرطيه تصير بس اي بلاي فوتبول. كل الحالات يعني بعدين ان شاء الله بناخذ الحاله الشرطيه الثانيه تصير اي وود بلاي فوتبول، دائما ثبت عندك هاي، فما راح يحاسبك على المعنى. انا بكيفي، يعني اكو جمل مثلا لو اربح مليون دولار الا يعني كتبوا لي راح اشتري مثلا تشارجر، الا مثلا لكزس، الا اشتري بيت، يا ابا انا هاي المليون اذا اربح مليون عاجبني العب طوبه، ايش عليكم انتم؟ خوش. وهكذا بالنسبة لبقية الجمل، هاي مكتوبة عندكم وحالة مثلا تمشون أموركم بها بالمدرسة، هذه الجمل اللي عندكم. بهالحالة انتهت الحالة الشرطية الأولى، هذا تمرين عليها بالكتاب كامل. نشوف اللي اجني بالوزاريات على الحالة الشرطية الأولى، هذه جامع لكم إياها راح نحلها. بعدين أني بنهاية الفيديو الحالة الشرطية الثالثة من ناخذه راح اجمع كل الاسئله مال وزاري كلهن، يعني حتى هاي من ضمنهن، واعيدها اخليها بنهايه الفيديو مال الحاله الشرطيه الثالثه من نوصل للسن مالتها. لكن حاليا انا راح احل فقط الجمل اللي جتي بالوزاري على الحاله الشرطيه الاولى فقط جمعتهن، ومن اجمعهن كاملات راح اذكر مثلا شلون افرق بيناتهن، شلون ذا يجو هنا. انا هسه حاليا احنا عندنا حاله شرطيه اولى راح نمشي على هالاساس. If you want حال الجزء الأول، دائما هم يحلوا لك جزء، من النادر إنه يخلون قوسين، وإذا جوا قوسين من هسه تذكروها من عندي، دائما إذا يجيبوا لك قوسين يعني هنا أنا مثلا قوس وبالجهة الثانية قوس، حلوها حالة شرطية أولى وبعدين هم نذكر السبب. فأني حالي للجملة هاي قبل شوي قلت لكم هذا want، هذا مو went حتى تقول هاي ماضي، هذا want، لو جايبي ماضي كتبوا لك يا wanted. فبما انه ماكو wanted اذا هو شنو؟ مضارع، وما دام هذا مضارع اذا انا بالحاله الشرطيه الاولى راح اضيف will وانزل الفعل مثل ما هو will get، بس هذا الحل. اصلا هاي تكتبون لهم جمله هي رقم 4 بالوزاره حسب التمرين، هاي تكتبون لهم 4 وتكتبون لهم will get، ما يحتاج تعيدون الجمله كامله. If my plane not leave شنو هذه؟ حالي لي جزء، هم دائما راح يحلوا لي جزء حتى ينبهوني انا بيا حاله. فعندي will I yell، اذا انا بالحاله الشرطيه الاولى جهه اف شو تكون مضارع بسيط،
شنو الفعل نفي؟ بالنفي لو don't لو doesn't. playing my plane. هواي شباب من يشوف ماي عباله I يحسب حساب الاي ويقول لي هاي don't. خطأ. هاي ماي صفة تملك يجي وراها اسم. احنا هذا نشتغل عليه. plane plane طائرة. الطائرة يعني it. والit تأخذ does. فصير does doesn't نختصرها مثلا او does not. وانزل الفعل مثل ما هو ما اضيف له اس. لانه بالنفي اني ما اتغير بالفعل. هذا الحل. Which course منى apply for if she passes. لاحظوا اولا للاف بالوسط والفعل هذا ضايف له اس الشخص الثالث. وانا ما عندي اس الشخص الثالث بالفعل بس بالمضارع. فاذا انا بالحالة الشرطية الاولى. اذا هنا راح اجي اضيف will. حتى تخلص من الفاعل يصير وراء الول قبله. أنا قلت لك خلي ول قبل القوس وافتح القوس وضيف اللي بيه. فهذه منى apply ذني لازم تكتبها بالقوس ما تبقي بس تكتب لي ول. If she not apply of course she won't. هذا ال won't قبل شوية قلت لكم اختصار ال will not هو won't. إذا أنا بالحالة الشرطية الأولى هنا نفي عندي بجهة الاف مضارع بسيط don't لو doesn't. الشي تأخذ does. فصير if she doesn't apply. If you فراغ crime the police will arrest you. هذه will منطين اختيارات commit ترتكب. إذا أنت ترتكب جريمة الشرطة سوف تعتقلك. لو committed كمضارع ماضي. لو to commit أنا ما عندي بجمل الإف الشرطية فعل to يا مصدر. إذا أنا أخذ commit. If I see لو if I saw him I will. ما دام عندي will أختار المجرد. If he log on he find. إذا أجاك قوس وقوس موجودين اثنين قوسين حلو دائما أولى. الإف بالمضارع البسيط هذا الفعل يبقى له أس ينضاف لأس باعتبار عندي الفاعل he. If he logs on وهنا أنا أخلي will والفعل أنزله will find. If Noor go I won't. هاي ال won't هي حالة شرطية الأولى. نور اللي نور يعني هو هي أو نور اسم ولد وبنية هي أو شيء. الجوف كفعل مثبت يبقى له أس راح نضيف له أس. ضفنا له أي أس باعتبار هو منتهي بالأو. هنا للاحتياط مفروض هاي تصير فارزة لأن هي ما يصير عندي نقاط. If the traffic isn't عندي isn't الإز بس بالمضارع عندي. البي هاي رح تصير will be. ما حولها am يعني تصير is و are و am. ليش؟ لان جهة if هي محلولة والبي بالجهة الاخرى اللي هي جهة المستقبل رح فقط تبقى مثل ما هي بس نضيف لها will. هذه الجملة جت بالوزارة هاي موجودة بيونت 8. If birds fly هسا birds fly fly يطير هذا مضارع. They اذا كتبت they will kill يعني أنا هسه ما دام عرفتها مضارع بسيط يفترض أضيف will ونزل الفعل مثل ما هو. يعني إذا الطيور طارت بتوربينات الرياح ذني سوف تقتل. هاي الجملة تنحل بهذه الطريقة will be killed سوف تقتل يصير مبني المجهول. وهذه ما حد يحلها إلا اللي قارئ الجملة ويعرفها كل زين. فهي جت بالتمهيد 2014 يعني اللي هي اول ما بدا الكتاب المنهج الجديد. فعلى الاكثر هي يعني جت عن طريق الخطا ولا هي ما محسوب لها حسابات. يعني ابو التمهيدي هو موظفين وناس ربات بيوت واصحاب مهن ومو ذيك القرايه اللي عندهم يجي تريد يعني تتوقع انه يستنتج هاي الجمله لو قاري التمرين مالتها. على العموم هي اختفت بعد المزاري ما جت لا تخافوا معناتها. واذا جت تركزوا بها will be نضيف will be killed هذه يصير عندي جمله مبني المجهول. If you study أولا ما كاتبها studied هذه حتى أقول هاي ماضي فهذه مبينة مضارع. لما عندي مضارع لازم جملتي أنا بيها حالة الشرطية الأولى الجهة الثانية بيها will. هسا لاحظوا إيش قايل لي complete with first conditional اكمل لي بالحالة الشرطية الأولى. هم خلف الله عليهم قايلين هم حالة شرطية أولى. فهنا إيش راح أجيب إذا أنا أدرس بجد I will play فوتبول. يا باني اذا ادرس بجد راح العب طوبه يخلونا العب طوبه. اكو طالب يتمكن يكتب I will pass the exam سوف انجح بالامتحان I'll get good marks
راح احصل على درجات جيده الى اخره. المهم قلت لكم يردون انه تخلوا لهم ويل وفعل مجرد حتى يعرف انه انت اشتغلت بالحاله الشرطيه الاولى. اف اي وين، وين الماضي مالتها وون، اذا اني بالمضارع وحاله شرطيه اولى. ايضا كمل الجمله، لو اني اربح مليون باوند اي ويل بلاي فوتبول، راح العب طوبه. نذر اذا اربح مليون دولار يا الا العب طوبه، طوبه من هاي النايلون. If anyone need advice about their application form IL، عندي will، فهنا راح يصير هذا الفعل لو يبقى لو اس، وال anyone قلت لكم مفرد راح يصير needs. If you apply، apply مضارع لان لو ماضي كان حولوا الواي الى اي ضافوا اي دي، فهنا راح يصير عندي حاله شرطيه اولى will get. هنا طبعا لاحظوا هذا الـ probably يجي قبل الـ you will probably get، بس هاي للاحتياط خاف تجيكم هاي الجملة كترتيب. الاحتمال، ظروف الاحتمال هذه will probably get، دائما الـ will هي تجي بعد الفاعل. If I not bring some books I usually، مبين هاي usually شنو؟ مضارع. وهاي شنو؟ get. اذا اني عندي مضارع بسيط، هذه يا دور ثالث نينوى الوحيده من الحاله صفر هذه. لاحظوا احنا ايش متفقين، جهه اف شو تصير؟ مضارع بسيط، والجهه الثانيه المفروض تصير بها ول. زين هو جايب ليها مضارع بسيط، ما معقول اجي انا اخلي ول بجهه اف، فاذا اني مجبور انه احلها بالحاله الشرطيه صفر اللي هي اثنين هن مضارع بسيط، فهنا نفي لو دونت لو دزنت الفاعل اي. If I don't bring، هذه الوحيدة على الإطلاق اللي إجتي بالحالة الشرطية صفر. If I don't، هسه هذه I don't بين مضارع والإف، فراح يصير عندي will take. I won't، won't الاختصار مال will not، فعندي هنا في لو don't لو doesn't you تأخذ don't if you don't land ميور كاميرا. الجملة الأخيرة if no، if نور goes، هذا خالي لي أس الشخص الثالث بجهة if، أكيد أنا هنا راح يصير عندي won't have، أخلي will وهي نفي أو أكتبها will not have. طبعا بشكل مبسط الفرق بين الحالات الأربعة، الحالة الصفر، الحالة الأولى، الثانية، الثالثة. الحالة الصفر zero conditional تتحدث عن حقائق علمية وأحداث ثابتة، يعني مثلا إذا المي يوضع على النار يصل درجة حرارة 100 يغلي، إذا يصل درجة حرارة 100 يغلي، هاي حقيقة علمية ثابتة. بخار الماء إذا يواجه كتلة دافئة يتبخر ثين يتحول إلى مطر، إلى آخره من الحقائق العلمية. إذا ارتفع درجة حرارة الهواء يرتفع تحدث الرياح. أو الحقائق الأحداث الثابتة، يعني مثلا إذا تدرس تنجح، إذا لا تدرس لا تنجح، وهكذا، كل شيء ثابت. يعني حالة صفر ماكو احتمال انه يحصل هذا الحدث او لا، ثابت انه يحصل، فنسميها حاله صفر ما بها اي احتمال. نصعد درجه واحده، يعني هذا مثل نعتبره درج سلم، صعد الدرجه زادت احتماليه، يعني صار عندي احتمال يصير حدث. فالحاله الشرطيه الاولى الفيرست كونديشنال تتحدث عن احداث محتمله وارده الحصول، ممكن تصير كالانواع الجويه مثلا المطر الى اخره، او مثلا واحد اقول اذا باكر تجي يمكن تلقى مكان مثلا، اذا تجي من وقت واحد متعودين عليه ما يقرا، يعني هو ما ينجح دائما ما يقرا، فنقول له يابا اقرا بلكي تنجح، فاذا تقرا احتمال تنجح. زادت عندي درجه الاحتمال، ولهذا هو صار عندي السلم هو راح حسب درجه الاحتمال حصول هذا الشيء. فاذا هي ثابته الحصول صارت صفر، زادت درجه الاحتمال يمكن يصير صارت حاله الشرطيه الاولى. نصعد بالاحتمال شوي يصير اصعب، صار درجتين، صارت الحاله الثانيه السكند كونديشنال. هنا هو الحاله نسميها حاله خياليه، حاله حلم، يعني مثلا انا اذا اربح مليون دولار كذا اسافر. واحد يقول هسه اني لو اني هسه مثلا طير كان رحت فلان مكان، او اسال واحد اقول له اذا انت هسه بفلان دوله شو تسوي؟ فهي عباره عن حلم حقيقه، شيء مو خيالي مو واقعي وصعب الحصول. مثلا لو اصير بالبرلمان يا وش خلصكم مني، فهي صعبه الحدوث لكن
يوم الايام يجون يسمعوني بالبرلمان الله يشفينا الشر ما اريد عمي. زين الحاله الثالثه راح يزيد حاله يعني يزيد الاحتمال الصعب اللي كان بالحاله الثانيه صار هسه ما بي مجال يصير. شلون؟ لانه صار بالماضي وصار مثل الندم نتندم على فد شيء سويناه بالماضي. انا اليوم ما قعدت من وقت وراح علي الامتحان فاقول لو قاعد من وقت كان رحت الامتحان. هذه كان رحت تعبر عن حاله ندم. الحاله الشرطيه الثالثه تعبر عن شيء حصل بالماضي ما له تراجع عنه. فاني لا انا اللي قعدت من وقت ولا اللي رحت الامتحان. حكيت ويا صديقي شويه زعلته بحكايه فاقول له ما حاكي الحكايه. لا انا اللي سكتت ولا هو صديقي اللي هو هسه مزعلان عليه. تحاولون تفهموها. هذا الفرق البسيط بيناتهم. نجي للملزمه هذه اللي كاتب لكم عن الحاله الشرطيه صفر، ولهذا بدي احكي عن حقائق واحداث تحدث بشكل عام وثابت وروتيني. هذه التفاصيل اللي ذاكرها جملتها مضارع بسيط مضارع بسيط. يعني انتم لا تخافون حطلوا بالمدرسه نجيب لكم حاله شرطيه صفر. انت من مكان عاملها بال يبقى واس دونت ودزنت واز وار وعامل الفعل بي باي مكان فلا تخافوا من حاله صفر. هذه تقريبا عندكم if you put water on the heater it boils. لاحظوا فبجيت يعني هاي put مضارع وهنا put والboils مضارع. يمكن استخدام unless بدل if. طبعا هي unless ما لم شرطها هاي دائما تدخل على الجمل المنفيه يعني يصير بها نفي. تدخل بتعوض الاف لكنه جملتها ما تكون منفيه النص مالتها. لاحظوا هاي الجمل مثلا استخدام unless معناها ما لم تحمل معنى. مثلا you will be sick if you don't stop smoking صارت you will be sick unless you stop smoking. لاحظوا شلنا الاف اذا نوخرها ونخليها unless لازم نحذف النفي من جمله الاف. if you don't حولنا الاف الى unless وحذفنا النفي من الجمله. اما الجمله الاخرى بعد هي تبقى ما عندي مشكلة بها. هذا التمرين حليناه بداية المحاضرة. حالة الشرطية الأولى أيضا هذا الشرح مالتها هاي الأمثلة عليها بالضبط نفس الترتيب. هذه جمل أمثلة لكم. هذه الفعل بي مثل ما شفتوا وحلينا هذا التمرين. الحالة الشرطية الأولى هذه كملت عندكم. انتهى اللسن الثالث من اليونت الثالث. هذا اللسن العفو اللسن 2 من اليونت الثالث انتهى. اتمنى واضح عندكم وشكرا لكم.